اسمع ما يقول الكتاب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني كلمة الله اللي هو بيعلن الذات الإلهية. ما تقولش ابن الله فيش مسيحي بيؤمن في التناسل الجسدي. فإذا أنت كتابك بيحكي عن موضوع تاني مش عن الكتاب المسيحيين، لأنه بحث كل الكتب أنه ترجع للكتاب المقدس. فإذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. طب ما الناس تعبت من الأنبياء، كل الأنبياء هكذا يقول الرب، ارجع للرب، وكله يعني كلام، لكن مين المخلص؟ ما فيش حد اللي يجي يضع نفسه من أجل البشر ويخلص البشر، وشخص يكون كامل كامل ما فيش عيوب على حياته، شخص طاهر شخص نقي. بعدين شو بقول؟ وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. هاي في آية 19 من إنجيل يوحنا صحاح 3. في آية 20، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.